اما جبت اماني بعد ما انولد بسنه قالت لي عندها سكمه في خرم كده في القلب. الدكتور قال لي دي انت لو هتعمليها على حسابك هتخش لها في 30,000 جنيه. خلاص ما فيش فلوس هنعمل ايه يعني؟ قعدت ادعي ربنا اقول يا رب انت اللي عالم بحالي وربنا بعت لي ناس من عند ربنا كده يشغلوني زي ما اكون بتعلق في اشياء. حددوا لنا ميعاد العمليه. ما كلفونيش اي قرش والله من جيب. يعني انا لو هعملها على حسابي لو بحت اللي ورايا واللي قدامي ما كنتش هكلف انا اصلا اعملها. جمعيه الاورمان بيقولوا هي يعني بتقف مع الناس كلها. الناس اللي متبرعه دول اتعملوا خير كبير، مش فيا لوحدي، في ناس كتير تعبانه. بفضل ربنا ثم تبرعاتكم جمعيه الاورمان عملت اكتر من 37,000 عمليه قلب في 26 مستشفى في الوجه البحري والصعيد. شفتوا تبرعاتكم عملت ايه؟ شفتوا فلوسكم راحت فين؟ كل ده في مشروع اكفل قريه فقيره في الصعيد. اتصل ب 19 4 55 يصلك مندوبنا.